لذلك أعتقد بأنه سيكون هنالك حملة يعني من قبل المدنيين بشكل خاص تجاه هذا التغول الروسي داخل الدولة الأوكرانية، وسيكون هناك تعزيز لتلك الحركات المقاومة المحلية أو المقاومة الشعبية داخل أوكرانيا تجاه وقف تغول آلة الحرب الروسية، وسيكون هنالك تداعيات كبيرة في المرحلة القادمة، وسنشهد هنالك يعني متغيرات جديدة، ربما قد يعني نشهد أو نلاحظ بعض استراتيجيات المستخدمة في تغير قواعد الاشتباك، وأنا أتحدث عن بعض يعني عن الصواريخ المضادة للسفن، وقد يتبعها بعض الصواريخ المضادة للطائرات التي تكون بمساحات أكبر، والتصعيد النسبي الذي تقوم به الولايات المتحدة ربما قد لا يتكافأ مع حجم الهجمة الشرسة بالنسبة للقوات الروسية، لكن كل تلك المتغيرات أعتقد أنها تحت الإرادة الأمريكية، وأنها بمقدورها تغيير قواعد الاشتباك في أي لحظة،